من مين لا يعرفوه اخر دوان اللي مع المدني وكتمس الساكنه ديال منطقه مدينه قديمه. اليوم في واحد الموضوع اللي مهم بالنسبه للناس كازا اجمعين، فهو بعض المنازل اي السقوط واللي كنشوفوا حاليا لحد الساعه مخنيين مهجورين ومشكلين خطر كبير ومازال واقفين بالسوار، يعني غير بدوك البلاطات اللي مكانين بهم، وهادشي كيشكل خطر كبير. ف اخر ضوان كجمعاوي اعطينا الراي ديالو في هادشي وشنو رسالته للناس المسؤوله على هذا القطاع. رضوان اسم الصيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان تاع الجمعاوي بمنطقه سيدي بليوط ومنطقه انفا عامه. فهاد الموضوع الشائك ديال الضوء الايلى السقوط، فكاين الشق المتعلق بما يسمى بالمحج الملكي وكاين الشق ديال اللي داخل السور. دابا اليوم الهضره والكلام كلشي تحول الى المحج الملكي، لان بدينا شفنا واحد العمليه ديال الهدم ديال عده منازل اللي كانت مهجوره في الاونه الاخيره من طرف السلطات المعنيه بالامر. فهذا المشكل هذا عمر طويلا، فهذا المشكل الى تتذكروا معايا الساكنه البيضاويه والساكنه ديال المدينه القديمه خصوصا، فهو ليس وليد اليوم. فمن سنه 1989 كان جا مع مشروع ديال مسجد الحسن الثاني، وكانت هذيك الساعه الاسر المعنيه بالترحيل لا تتجاوز 3000، زعما هادشي على تقدير 3000 اسره. فدائما المشكل ملي ما كيتحلش في الوقت ديالو يتفاقم وكيكبر، زائد ان بعض المناطق اللي كانت معنيه بالترحيل عرفات واحد شابتها شوائب اللي هي مشينه. وانا اعتقد بان الدوله كدوله فهي اعطت ما يكفي من الشقاق ومن الناس اللي استفدت اللي كان خصها تستافد، والعدد راه تزاد لان ولا عندنا ما يسمى بالتفرغ. كاين المنازل اللي الناس استفدت وخواوها وبناو لها داروا لها داك سدوا البيبان وعاود تحلات وعاود تكرات، يعني هذه كلها مشاكل شكون المسؤول عليها الاول؟ انا كنعرف كان خصها تكون واحد الدراسه، تكون واحد الاستراتيجيه ديال هاد الدور الى السقوط. ملي كنمشي لواحد لازون مثلا ديال الكاري نريب باش ما يبقاوش عندي مشاكل من بعد. دابا هاد المشاكل هادي هي اللي خلات المشروع ما يزيدش لقدام. حنا دابا كنتسنينا تا يجي واحد السيد اللي هو اكتيف ودينامي وتيخدم اللي هو السي المهيدية باش مثلا يسرع علينا هاد الوتيره ديال هاد الهدم هذا، وبارك عنا من دوك لانه ولاو تما بؤار ديال الفساد وديال المخدرات وديال الويل كحال ولا تمايا. فاليوم حنا دائما كنقولوا لانه كاينين الناس اللي خصهم يستافدوا من هذوك الناس، كاين واحد الفئه اللي هي خصها تستافد. فهاد الناس هادو هذا نداء الى السلطات باش انها دير واحد المقاربه اجتماعيه وتراعي الظروف الاجتماعيه ديال هاد الناس هادو باش ترحلهم في واحد الظروف اللي تكون ظروف حسنه وتكون واحد الظروف اللي هي تليق بالكرامه ديال المواطن المغربي. هادشي من جهه. من جهه. منين خويا رضوان بعيدا عن الهدم وعلى المنازل اللي كاينه وسط المدينه القديمه. كاين منازل احياء بعد عن المدينه القديمه، احياء اللي راقيه غير هما قدام وحد الان الناس ما ساكنينش فيهم ومكاينين غير باريطات ومهدومين. شنو رايك في المساله؟ انا شوف انا ماشي تقني مثلا ولا ارشيتاكت غادي نقول لك علاش، ولكن خصني ندير الحل هذوك المنازل، لان هذوك المنازل مع الوقت كيولوا بؤار كيولوا كيشكلوا خطر على الساكنه، لا من الناحيه الامنيه ولا من الناحيه ديال انتشار الفساد. انت دابا كتشوف بعض المنازل اللي كاينين دابا حاليا كيتوالدوا فيهم. دابا انت تتشوف الظاهره اللي ولات عندنا ديال لي فاكابون ديال منين فين كيمشيو فين شنو الملاجئ ديالهم. هما هاد المنازل اللي متخلى عنهم. حنا تنقولوا دائما الى شي منزل خوا خصو يريب يطيح، شو شي دار فيه خصو يطيح، ما يبقاش تما يشكل لنا بؤره اللي غادي تشكل واحد الخطر على الامن والسلامه ديال المواطنين. حنا دائما كنا كناديو بهذه المساله هذه،
ودرنا شكايات في هذا الشيء. راه باقينا عندنا راه السلطات راه كانوا يشوفوا هذا سميتو راه عارفين بان كاين حنا دايرين شكايات بعض المنازل المهجوره باش انها خصها تريب. خصها الحل. ما يمكنش سميتو يبقاو في حالكم بهذيك الطريقه. هما لان الناس دابا كيجيو دابا مساكن فهمتيني كيدخلوا لك المنازل وخا هي تشكل خطر كيدخلوا ليها كيباتوا فيها وكيبقاو كي تطريب عليهم. هما ما كاين هما لا يبالون. هما مساكن لان فاقدين الشعور لا يبالون. فهمتي شنو نقول لك؟ حنا دابا تنقولوا بان من الان فصاعدا ما نعاودوش نطيحوا في هذه الاخطاء. لان هذه الاخطاء راه كلفت الدوله الشيء الكثير. الدوله الان راه نظن ما كاينش الوعي العقاري. ملي كتعطيو الناس واحد 9000 درهم كتقولوا مثلا سيرو كريو ريتما لقاو لكم يدير الوعي العقاري. ما فينا هو الوعي العقاري كان مخصص لهاد الناس هادو. مشى فاش مشى في هذا الشيء تنقول لك هذه الخروقات اللي دارت وكل اللي ما عندوش الحق يستافد واستافد وبزاف. حتاش كاين دابا شكون هما مساكن اللي بقاو دوك الناس مساكن اللي بقاو متشبتين بالمدينه القديمه متشبتين بالاصل فين تزادوا وداك الشيء هما مساكن اللي بقاو دابا تصيدوا. اما الغالبيه الساحقه راه ترحلت. راه اللي ما مشاش للتشارك مشى للناسيم واللي ما مشاش للناسيم مشى للرحمه واللي ما مشاش للرحمه مشى للمحمديه. حنا راه عارفين هذا المسلسل فهمتيني. الدوله راه واخا هكاك راه ما تضيع حد. هذاك الشيء اللي كاين راه هو ولكن هذاك الشيء راه كبر. علاش كبر؟ اللي كنقول لك دائما لان المشكل ملي ما كتحلش فوقته كيولي صعيب وكيتفاقم وكيكبر. شكرا لك. تمشوا معنا بلي كلمه حق وكلمه صادقه وكلمه ديال كما تنقولوا القوام ديالها من عند الاخ بنار. فوضحنا بزاف د الحوايج اللي واقعين. كنتمناو يدار واحد الحل اللي يكون جذري يعني حل نهائي بالمره. الى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه البث ديالنا. شكرا لحسن المتابعه ديالكم. قبل ما تاخذ ان شاء الله موضوع اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.